أحسن الله إليكم، معنا فلاح من وادي الدواسر. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. يا شيخ. في ارتداد. سم. سؤالك يا فلاح. عندي سؤالين يا شيخ. هاتهم جميع، تفضل. أول ما بقى يا شيخ، أنا مقعد طول العمر وأقرأ قرآن. ولا وممكن ملابسي فيها وصاخة بول، الله يكرمك وكذا يا شيخ. وش ما الحكم؟ نعم، أما السؤال الأول وهو أنك تقرأ القرآن، هل تقرأ القرآن عن ظهر قلب ولا من المصحف؟ راح فلاح. إذا كان يقرأ القرآن عن ظهر قلب فلا مانع ولو كان على غير طهارة. نعم. أما إذا كان يقرأ القرآن ويمس المصحف مباشرة فلا بد من الطهارة، لا بد من الوضوء.